اقدر اقول لك دلوقتي ببساطه ان في نوع جديد من المقاتلات، مقاتلات الجيل السادس. هذه المقاتلات اللي بتفوق بخطوات عديده مقاتلات الجيل الخامس الحاليه، وهذه المقاتلات بتعمل فيها عده دول حاليا عشان تقدر تطور منها. وفي سباق كبير جدا بين عدد من الدول العالم، بتكلم على دول، يعني هقول لك على الدول دي دلوقتي في الفيديو، ولكن في سباق كبير جدا بين الدول دي لانها مين هو اول او مين هي اول دوله هتقوم باخراج مقاتله من مقاتلات الجيل السادس اللي بتفوق في امكانياتها جميع مقاتلات الجيل الخامس اللي موجوده حاليا. لما اكلمك على مقاتلات الجيل الخامس، انا بكلمك على الاف 35، الاف 22، بكلمك على السخوي، بكلمك على المج، بكلمك على الجي 20 اللي هي الطائره الصينيه، بكلمك على التايفون، بكلمك على حتى الرافال الفرنسيه، بكلمك على الطائرات المعروفه حاليا انها مقاتلات او طائرات الجيل الخامس. انا دلوقتي الدول دي بتفكر في انها بتصمم مش بتفكر، يعني انها حاليا بتفكر ازاي تخرج للنور الطائرات الاكثر قوه، هي طائرات الجيل السادس اللي هتبهر العالم بمجرد خروجها للنور، واللي بدات المجلات وبدات المنتديات حتى العسكريه كان تم تداول ومناقشه هذا الموضوع في احد المنتديات اللي تم في روسيا هذا العام 2020، وكان منتدى خاص بالتكنولوجيا العسكريه اتكلم عن الموضوع ده، الناس اتكلمت فيه، موضوع ضخم جدا، تكنولوجيا واستثمارات بمليارات الدولارات. ان شاء الله هنناقش مع بعض امكانيات هذه المقاتلات اللي ستصل يعني للنور قريبا في عدد من دول العالم. تابعونا. اهلا بحضراتكم وشكرا على تشغيل الفيديو. عشان ما نضيعش وقتكم ندخل في الموضوع بشكل مباشر. احنا بنتكلم على دول معينة دلوقتي شغالة على مقاتلات الجيل السادس، وحقيقة لما اتكلم على الدول دي بتكلم على روسيا، بتكلم على الصين، وبتكلم على الولايات المتحدة الامريكية، وبتكلم على المملكة المتحدة او بريطانيا. دول دي انجلترا تحديدا، بنتكلم على الدول دي تحديدا انها الدول اللي شغالة على هذه التكنولوجيا، تكنولوجيا الجيل السادس، مقاتلات الجيل السادس. هذه المقاتلات اللي بتوصف بانها ايضا مقاتلات شبحية كما تسمى مقاتلات الجيل الخامس، وتتمتع بتكنولوجيا الستيلث اللي هي القدرة العالية على تخفي. ولكن الميزة في ان هذه المقاتلات شوية بتزيد على مقاتلات الجيل الخامس، فانه لاول مرة هتخرج للنور طائرات بدون طيار، وهذه الطائرات طائرات ضخمة. يعني احنا لما بنشوف طائرات بدون طيار اكيد بنقول انه دي درونز، يعني الطائرات اللي هي بدون طيار، لكن لما اشوف طائرة ضخمة في الحجم زي مثلا الاف 35 او الطائرات دي والاقيها بدون طيار، انا كده هشوف حاجة اول مرة في حياتي اشوفها. لكن طبعا الطائرات اللي هي الحالية بتاع الجيل الخامس ملهاش يعني لازم يكون لها طيار، ان طائرات الجيل السادس هتكون unmanned، يعني ممكن لو حابين تكون بطيار او بدون طيار، هي التكنولوجيا هتكون موجودة في هذه الطائرات انها بتسمح لها انها تطير بدون طيار. طائرات بحجم كبير جدا هتسع عدد اكبر او كم اكبر من الاسلحة الموجهة بالليزر، يعني انت هتضرب هدفك بشكل بتوجيه الليزر. كمان هتكون لها قدرة عالية جدا على تجميع المعلومات، يعني باختصار الصور اللي حضرتك بتصورها وانت في الطيارة هتحلل لك الصور دي بشكل دقيق جدا، وهتحدد لك الاهداف، وهتفصل لك الهدف اللي انت هتضرب عليه، يعني هتدي لك الهدف in details بالتفصيل. كمان هتحدد لك المسارات المحتملة للعدو اللي هو بيهاجمك، وجميع الاهداف اللي هتكون مهاجمك من جميع الاتجاهات هتحددها لك، وتوجهك ازاي انت تستطيع ان تواجه جميع هذه الاهداف في وقت واحد. وخد المفاجأة كمان، الطائرات دي هتكون مزودة بطائرات درونز، عشان لو الطائرات دي ما قدرتش تدخل مكان هيكون dangerous او خطير عليها، هتقدر الدرونز انها تتعامل مع الاماكن اللي يعني بتكون فيها خطر انه الطائرة دي نفسها تتوجه وتنزل ليها. الطائرات دي كمان من الحاجات الجميلة فيها انها تكون لها قدرة عالية جدا انها تقدر ترتفع بشكل ارتفاعات عالية جدا لتصل الى الفضاء القريب من سطح الارض. بتكلم على طائرات هتوصل لارتفاع ربما ارتفاع يصل لاقتراب من محطة الفضاء الدولية، انت بتكلم على الفضاء القريب من الارض، وبالتالي القدرة العالية جدا بشكل مبالغ فيه على التخفي وعدم الظهور على اي رصد راداري من رادارات العدو،
وبالتالي انت في المقابل الدول اللي بتطور من الدفاعات الجوية عشان تقدر ترصد الاهداف الجوية المعادية، الطائرات دي بتحاول انها تتفوق على ان يتم رصدها باي شكل من الاشكال وباي حال من الاحوال. الكلام ده ذكره المتخصصين، ومن الناس اللي اتكلمت عن الموضوع ده في روسيا تحديدا هيعملوا بقى حاجة مهمة جدا، وهي انه هيعملوا ميكسينج او دمج بين السخوي وبين المج عشان يطلعوا من هذا الخليط مقاتلة من مقاتلات الجيل السادس الروسية اللي بتتمتع بقدرات فائقة جدا. لما اتكلم عن المج بتكلم حاليا عندي المج 29، بتكلم عن السخوي 35، وبتكلم عن السخوي 57. الطائرات يعني الطائرات الجامدة قوي، مش هقولك يعني طائرات دي ضعيفة، طائرات كويسة جدا، ولكن طبعا لا زالت الأسبقية حاليا للاف 35 في هذه مجمل هذه الطائرات بحسب المجلات اللي بتنشر هذا الموضوع. فالموضوع انه هيحصل اندماج او بيحصل الوقت اندماج بين المقاتلتين السخوي والمج عشان يطلعوا مقاتلة من مقاتلات الجيل السادس الروسية اللي بتتمتع بانها يكون عندها يعني بيسموه كده الراديو فوتونيك رادارز او موجات لاسلكية كهرومغناطيسية، بتقدر هذه الموجات انها توصل بشكل واضح وصريح لأهدافها وبتعرف الأهداف المعادية بسهولة وبدقة شديدة جدا. زي ما قلت لكم الطائرات دي طائرات هتكون يعني في المستقبل، وخد بالك انه الدول بتتسابق على من يخرج هذه الطائرة للنور اولا، والاقرب لإخراج هذه الطائرة للنور في الوضع الحالي بنتكلم على روسيا اللي بتدرس الموضوع وبتتكلم فيه من 2016، وتكلم في الموضوع ده صراحة رئيس الوزراء الروسي السابق اللي كان في سنة 2016 اللي هو ديمتري روجوزين، وده اتكلم بوضوح وقال ان احنا كروسيا بدأنا نعمل في انشاء مقاتلات الجيل السادس. اتكلم في الموضوع ده برضو في المنتدى اللي كان موجود في روسيا السنة دي 2020، اتكلم عنه نائب مدير الشركة اللي هو اتحاد المركبات الجوية الروسية، وقال انه احنا حاليا في مرحلة التحول العملي، يعني انه في خطوات عملية لتنفيذ هذا التحول والتعاون بين المج والسخوي عشان نقدر نظهر للنور او تظهر للنور مقاتلة من مقاتلات الجيل السادس الروسية. على نفس الاتجاه في الصين الشركة او الشخص المصنع لي الجي 20 الصينية اللي هو يانغ وي اتكلم على انه حاليا الصين بتعمل ايضا على انها تخرج للنور مقاتلة من مقاتلات الجيل السادس تفوق في امكانياتها الاف 35 الامريكية، لانهم في الصين بينظروا بشكل يعني كبير جدا للطائرة الاف 35 الامريكية، وكل هدفهم وعندهم تارجت كبير ان هم يفوقوا امكانيات وقدرات هذه الطائرة ويتفوق عليها بشكل كبير. فيانغ وي بيقول ان احنا عندنا مقاتلة سنخرجها، وهذه الطائرة او المقاتلة اللي هي مقاتلات الجيل السادس الوقت او الديدلاين انها تخرج هتكون في 2035 او ما قبل ذلك، يعني كحد اقصى 2035، وده معاد بعيد شوية عن الروس اللي هيخرجوا للنور طائرتهم بحلول 2025. فالصينيين يعني بيحاولوا ان هم شوية عندهم سرية في المعلومات، ولكن بيقولوا ان الطائرة اللي هتكون عندهم هتكون طائرة لها قدرة عالية جدا على انها السرعة بتاعتها هتكون سرعة يعني بيسموها كده هايبرسونيك او سرعة فائقة بتفوق سرعة الصوت بمراحل. الطائرة هتكون لها قدرات عالية جدا على انها ترصد وتحدد الاهداف بشكل قوي وبشكل يعني يوضح الصورة للطيار وهو قاعد في طيارته انه الهدف بيتقرأ له وبتحلله وبتفصل له بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة عشان يكون سهل عليه انه يتم ضرب هذا الهدف بكل سهولة. وزي ما بقول لكم كل همهم في الصين ان هم يفوقوا القدرات الجوية للولايات المتحدة الامريكية. انتوا عارفين التنافس بين الصين وروسيا من اتجاه والولايات المتحدة الامريكية من اتجاه اخر، زي ما بقول لكم برضو انه المملكة المتحدة او انجلترا بتعمل ايضا على طائرة اللي هي التيمبست، وعاملين استثمارات بحوالي 2 مليار دولار امريكي على انه هذه الطائرة لحد يعني up to 2025، الاستثمارات دي مستمرة لغاية 2025 وكمان بعد كده هيكملوا بضخ استثمارات جديدة لغاية ما يخرجوا هذه الطائرة للنور. يعني العالم كله بيتنافس في اخراج مقاتلات جيل سادس قوية جدا
المقاتلات دي زي ما بقول لكم ضرب او توجيه الضربه للعدو بالرصد الراداري. مش بس كده، ده انت بتعمل قدره عاليه على التشويش على العدو، بحيث انه بتضعف من قدراته في الرصد وبتعلي من قدراتك في التخفي. فانت بتعمل حاجه بتقوي نفسك وبتضعف من عدوك او من دفاعات الجويه للعدو. كمان هم هيعملوا اللي هتكون الطائرات دي مزوده طبعا زي ما حضراتكم عارفين باسلحه جو جو واسلحه جو ارض، بحيث انها تكون متنوعه الاهداف والاغراض. الطائرات دي هتكون لها قدره على انها استدامه في الجو، يعني تقعد فتره طويله في الهواء، محرك بتاعها هيمد بالطاقه، وهيكون فيها كمان مكان اضافي لتوفير الطاقه، بحيث انه لما المحرك او لما الخزان الوقود يعني ينتهي الوقود منه، عندهم مكان تاني بديل يقدروا يستمدوا منه الوقود. فيما معناه انه هذه الطائرة ستستمر وتدوم في الهواء لفترات اطول بكثير مما حدث في طائرات الجيل الخامس. وبالتالي اذا حدثت مواجهة هتضطر طائرة الجيل الخامس انها تحتاج ان تمول بالوقود في الهواء، او تحتاج ان تنزل حتى يتم تمويلها بالوقود. بل في العكس، انه طائرات الجيل السادس هتكون مستدامة ولها وقت طويل في الجو، بحيث انه التطويل دوت بيؤثر طبعا في العمليات الجوية. والموضوع بشكل واضح لحضراتكم انه قريبا سترى للنور او ستظهر للنور طائرات مقاتلات جيل سادس في دول عديدة في العالم. في النهاية اتمنى اكون افدتكم في الفيديو بحديث عن مقاتلات الجيل السادس التي سترى او ستظهر للنور قريبا. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.